بابا. زهرة انت ليش ما رحتي؟ رايحة، بس حبيت سلم عليك قبل ما امشي. لما ما كنت بعرفك طول السنين الماضية كنت متعودة على غيابك، بس لما التقينا ومسكت لي ايدي وصرت تنادي لي يا بنتي وتقلي لا تخافي وتقلي انا جنبك، ساعتها عرفت شو هو الاب، هو اللي رح يحميني بالمشاكل. بس هلا اذا بصير لك شي انا بنتي، ونفس الشي بيلين ورزقه رح ينتهوا كمان. يا حبيبتي لا تخافي انا جنبك. هلا ما عاد يفرق معي ابدا بابا، حتى لو علي خطفني واخذني على قصر كيرمان ما بتفرق معي، المهم انت ما تتأذى. بنتي حبيبتي خلاص لا تبكي، امسحي دموعك ولا تبكي يا قلبي، انا جنبك. هون وبس يا اسطنبول، انتي ما سمحتي لي اعيش بامان. للحظه فكرت اني خلصت من هالعذاب، بس طلعت مخدوعه. الوداع يا امي، الوداع يا ابي، الوداع يا احلام. انتي عملتي الصح يا زهره، انا بعرف انك مو حابه تروحي على المدرسه، هي كلها افكار امك، كانت عم تخدع ابوكي كمان. امتى رح تروح على المخفر مشان تخبرن انك عايش ويطلع ابي من الحبس؟ انا ما بقدر اثق فيكي، منروح على هارمانلي هلا وهنيك منمر على مديرية الامن وبخبرن اني عايش. زهرة آخ يا بنتي ليش سويتي هيك؟ ليش سويتي هيك؟ إذا بعتوا لهم خبر من هون فوراً أبي بيطلع من الحبس؟ أكيد رح يطالعوه فوراً، بس إذا أمك اتصلت فيكي لا تردي عليها بنوب. جمال؟ ابني تعال، ابني يا عمري كيفك؟